بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات عبر القنوات الرياضيه السعوديه في هذا الحفل الختامي لمنافسات دوره الالعاب الرياضيه 17 للقوات المسلحه والتي تستضيفها المدينه الرياضيه. هذه المنشاه الجميله، احد المنشات التابعه للقوات المسلحه السعوديه وبالتحديد في معهد قوات الدفاع الجوي والتي تستضيف هذه الرياضات ضمن منافسات هذه الدوره. 14 لعبه، 7 منتخبات مشاركه على مدى شهر كامل، كنا معكم في تغطيه متواصله لمنافسات هذه الرياضه. هذا الاستوديو المرافق للحفل الختامي المفاجاه حقيقه الذي تتابعونه عبر قنوات الرياضيه السعوديه. هذا الاستوديو الذي يضم معنا حاليا فنان العرب، الفنان الكبير ابو عبد الرحمن الفنان محمد عبده، نرحب فيك في ذلك الاستوديو وايضا هذا الختام الرائع للقوات المسلحه في هذه الدوره. حقيقه انا الليله سعيد باللي اشاهده، و اخوان يعني منظمين الحفل باين عليه مرتب، وقوات الدفاع الجوي يعني جديره بهذا الدوره 17. يعني انا كنت مواكب كثير منها من ايام ما كانت في المعهد الفني للطيران في الظهران. ما شاء الله تبارك الله. ايوه كنت مواكب معاهم هذه يعني المسيرة. حضرت عده دورات سابقه. أيوة. في نعم. ايضا معنا في هذه اللحظات الدكتور صالح الشادي كاتب اوبريت. هذا اليوم حقيقه احنا نسميه المفاجاه، هذا اليوم بانتظار المفاجاه. دكتور صالح، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى. هو اوبريت يتحدث عن هذا القطاع المهم جدا، قطاع البواسل والابطال، قطاع الجيش. و الاوبريت تشرفت في العمل مع الأستاذ القدير محمد عبده في تجسيد ماهية الجيش ودور رجال قوات المسلحة في خدمة وطنهم، في الذود عنه. وأعتقد أنه الكتابة للوطن مهما كتبنا لن نفي الوطن حقا. عنوان هذا الأوبريت هو جيشنا صفوة رجال. جيشنا صفوة رجال. من أين أتى هذا العنوان؟ هم صفوة الرجال فعلا بكل تأكيد، يعني حتى من ضمن السياق موجود صفوة الرجال. نعم. ولكن أعتقد ما في أشرف ولا أفضل ولا أرقى. نعم. من هذا الدور اللي يقوم فيه رجال القوات المسلحة، وبلا شك أنهم صفوة الرجال فعلا. أستاذنا محمد عبدو، هذه الفعاليات وهذه أي التظاهر الجميل، التجمع الكبير لقوات المسلحة في هذا الملعب الرائع، أكيد بيمثل لكم حماس أكثر لتقديم كل ما يخدم بالفعل القوات المسلحة من خلال هذا الأوبريت. طبعا العمل الوطني دائما احنا نعتبره هو الهدف الأساسي للقوى، القوات المسلحة بكل تأكيد. وغناء الوطن في كل مرة، يعني سواء للقوات الجوية أو القوات الأخرى. نعم. المناسبات الوطنية، احنا لدينا 7 قوات ابو عبد الرحمن. نعم. هي قوات الدفاع الجوي والقوات البريه، وايضا القوات الجويه والقوات البحريه، وقوات قوه الصواريخ الاستراتيجيه، وايضا الخدمات الطبيه، وايضا القوات البحريه، جميعهم يشاركوا في هذه الدوره. صحيح، والاغنيه الوطنيه تشمل هؤلاء جميعا. نعم. ايضا 14 لعبه ابو عبد الرحمن، يعني في منطقه تجمع واحده، اكيد هناك جهد كبير من قبل المسؤولين على تنظيم هذه الفعاليه وهذه الاحتفاليه الرائعه. يعني انت من يوم ما دخلت اكيد تفاجات من التنظيم، وايضا بالنسبه لارضيه الملعب والحضور الجماهيري الكبير لهذه الاحتفاليه. ما في شك، ولا حصد الاوسمه والميداليات هو الهدف الاساسي الجميل اللي دائما احنا بنسعد كل سنه. نعم. وكل دوره بنشوف يعني قواتنا الدفاع الجويه بتحصد ميداليات واوسمه كبيره. نعم. في هذا المجال بكل تاكيد. دكتور صالح، كلمات الاوبريت على اي اساس تم انتقائها او ترتيبها بالنسبه لهذه الاحتفاليه؟ نعم، يعني المعطيات اللي ألهمت النص هي واقع الجيش. نعم. البطولة، البسالة، التاريخ، التضحيات، إضافة إلى الجهد العظيم
والدور الكبير اللي تقوم فيه القيادة ممثلة بسيدي الملك سلمان الله يحفظه ولي عهده الأمين. حاولنا من خلال الأوبراية إبراز دور الجميع قيادة وجيشا وشعبا أيضا، في النهاية الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، اندماج كامل بين نعم. حاولنا من خلال اللوحات أن نوضح هذه الصورة لأنه الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش، وفي النهاية هذا الثلاثي الرائع الجميل يشكل هذا الوطن العظيم. نعم أبو عبد الرحمن، إحنا الآن في دورة ألعاب رياضية رقمها 17 على مستوى القوات المسلحة السعودية. إذا ما تحدثنا عن الرياضة، أبو عبد الرحمن مارس رياضة منذ القدم صحيح، كنت لاعب قدم أعتقد ولا يعني من الأشبال يعني بس ما تمرست ما تمرس الفن أخذك من الرياضة؟ لا الفن من قبل الرياضة، من قبل الرياضة مارست الرياضة بعد الفن. نعم كنت تلعب كرة قدم؟ كنت في نادي التسامي ذيك الأيام، وبعدين لما انضم التسامي والهلال البحري وفريق آخر ثغر أظن نعم، وصار النادي الأهلي. ولكن مشاركاتك عبر الأندية الرياضية في احتفالات الأندية الرياضية كانت كثيرة أبو عبد الرحمن ما صحيح. شاء الله صحيح، أيضا عبر أيضا منتخباتنا الوطنية، يمكن شاركت مع الدكتور صالح في هذا الموضوع في أغاني أو تلحين أو كلمات خاصة بمشاركات منتخباتنا السعودية. دكتور صالح كان لك مشاركة في مثل هذه المواضيع خاصة بالرياضة؟ قدمنا أكثر من عمل لأعمال رياضية خلال 30 سنة ماضية نعم، ولكن ما تحضرني الأسماء الآن. نعم وبدون شك طبعا العمل الفني هو عبارة عن تاريخ يوثق حالة، يوثق حالة رياضية، حالة اجتماعية، حالة وبدون شك أنه تاريخ الأستاذ محمد عبده حافل بكل تأكيد كل البطولات الرياضية سواء كانت المدنية أو العسكرية سواء كانت المنتخب. ولو رجعنا إلى سجله، سجل حافل ومليء أكيد أبو عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله، توثيق البطولات وتوثيق كل ما مر على المملكة من نشاطات رياضية. نعم مع أنه رياضي على فكرة ولا زال يلعب الكورة بس ما يعلم صحيح الكلام ده عبد الرحمن؟ الكورة يعني في مجال التمارين اللياقة بس، لكن على مستوى كورة لا على مستوى كورة فين؟ يعني احنا اليوم بنستمتع بالدوري الانجليزي والدوري الاسباني اكيد بكل تاكيد ما شاء الله الدواري هذه العالميه اكيد بتشهد لها. يعني لو سنحت لك الفرصه الان ابو عبد الرحمن وجبنا كوره يعني ممكن تشارك معنا شوتتين ثلاثه كده بس بلنتيات بس ممكن يصير الحكم للتذكير اعزائي المشاهدين برنامج فقرات الحفل الختامي لهذا اليوم سيشتمل على سلام الفريق ثم مقدمة الحفل والقرآن الكريم وكلمة القوة المستضيفة قوات الدفاع الجوي، وأيضا عرض مرئي بعنوان مقتطفات من أحداث البطولة، ثم التكريم والجوائز وكذلك تسليم علم الدورة من قوات الدفاع الجوي. وأيضا سيكون لدينا الأوبريت بعنوان جيشنا ثم الخاتمة ثم السلام الملكي. الزميل سعد النفناف أيضا لديه لقاء على ما أعتقد وسط الميدان، تفضل زميلي سعد. شكرا زميلي ياسر بار الله، تحية لك ولضيوفك الكرام. بالفعل نحن هنا من أرضية الملعب في ختام دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة. هذا الكرنفال والحفل الكبير الرياضي اليوم يتضمن أوبريت جيشنا صفوة رجال، هذا الأوبريت من كلمات الدكتور صالح شادي، وأيضا أداء الفنان الكبير محمد عبده، ولحن هذا العمل الكبير الفنان ياسر مال الله. بداية يسعدني أن يكون معي الفنان ياسر مال الله ملحن هذا العمل. بداية نرحب فيك أوبريت اليوم صفوة رجال، نبغى فكرة عن هذا الأوبريت، متى بدأت الفكرة وعمل هذا الفحن؟ والله أهم شيء مساء الخير، كيف حالك؟ تشرف فيك. ابتدت الفكرة من أخوي حبيبنا جابر القرني، عرض علي الفكرة وقبل تقريبا 3 أسابيع واجتمعنا مع الدكتور صالح وابتدينا في التلحين
والحمد لله توفقنا ان شاء الله وراح تسمعونا ان شاء الله الليله. وطبعا لي الشرف انا اكون لحن ابريت بالمستوى هذا القوات المسلحه الختاميه دوره ال 17 حق الالعاب الرياضيه، وطبعا مع قامه الفن طبعا عمود الفن القامه الكبيره فن العرب، وهذه فرصه وسام على صدري ان انا يعني تحت لي الفرصه ان اكون ملحن هذا العمل، وان شاء الله يا رب ينول على اعجابكم وعلى اعجاب الجمهور ويكون في المستوى المعهود. يعني استاذ ياسر، انت اليوم مع قامتين معروفه في الوسط الفني، نتحدثنا عن الدكتور صالح الشادي او سواء تحدثنا عن الفنان الكبير محمد عبده، تواجدك اليوم في هذا الاوبريت ماذا يعني لك انت كملحن؟ وهل سبق ان اكيد لك اعمال فنيه كبيره ومن اوبريتات، ولكن مع القوات المسلحه كيف ترى هذا العمل؟ الصراحه يعني كانوا من اول مره اتعامل مع ناس ممتازين جدا منضبطين، وهذا مو غريب على القوات المسلحه من صفوه الشعب السعودي ما شاء الله تبارك الله، والحمد لله يا رب هذا اضافه لي، وان شاء الله الجايات ان شاء الله احسن، ويا رب نكون يعني على قد الامانه الكبيره اللي سلموها لي. يعني يعطيك العافيه. الله يسلمك يعافيك حبيبي. إذا كان هذا حديث الفنان ياسر مال الله ملحن هذا العمل الفني الكبير. بقي بعد قليل يتواصل إن شاء الله بإذن الله الاستوديو المصاحب لهذه ختام هذه الدورة بوصول معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وأصحاب المعالي قادة أفرع القوات المسلحة. هذا كل ما لدي زميلي عبد الله هنا من أرضية الملعب، أنتقل إليك زميلي عبد الله بالصوت والصورة. شكرا الزميل سعد أنف نافي ينضم معنا في هذه اللحظات أيضا في هذا الاستوديو المرافق لهذا الختام، العميد الركن شداد بن طالع العمري مساعد مدير الدورة، مساعد أيضا مدير إدارة الشؤون الرياضية في القوات المسلحة. نرحب فيك أبو فيصل في هذا الاستوديو وبرفقة أيضا فنان العرب فناننا أبو عبد الرحمن محمد عبده. شكرا لك أستاذ عبد الله، فخور جدا ظهوري معكم، فخور جدا بوجودي جانب ابو عبد الرحمن. الله يمتع بالصحه والعافيه ان شاء الله. ابو فيصل، اليوم الختامي، نحن نعمل على مدى 30 يوم 14 لعبه، كيف رايتم التنظيم النتائج المرافقه لمنافسات هذه البطوله؟ الحقيقه طبعا دوره الالعاب الرياضيه للقوات المسلحه تترجم بشكل واقعي وفعلي مستوى الرياضة ومستوى اللياقة البدنية التي تتمتع بها من سبيل القوات المسلحة. طبعا زي ما انت عارف استاذ عبد الله، دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة تقام كل عامين، تشارك فيها جميع افرع القوات المسلحة، تشهد منافسات قوية جدا في جميع الألعاب، سواء في الألعاب الجماعية او في باقي الألعاب القتالية الفردية. لذلك نجد فعلا يعني مستوى التنافس عالي جدا خلال البطولة، نظرا يعني لما يتمتع به العسكري أصلا من مستوى انضباطي ومن زيادة روح الانتماء لديه لوحدته. نعم. فطبيعي جدا أن تجد هذه المستويات العالية خلال الدورة. وجود فنان خبير في هذا اليوم وأبريت جيشنا صفوة رجال، يعني حتكون مفاجأة لهذا اليوم وأنتم وعدتونا بهذه المفاجأة. الفنان الكبير محمد عبده طبعا هو رمز من رموز المملكة العربية السعودية. انا اذكر يعني انا اذكر من يوم كنت طالب في الكلية حتى في وحداتنا القتالية، خلال تماريننا خلال حصصنا الصباحية دائما نتغنى باغانيه بالاناشيد الوطنية. اكيد نعم. فوق هام السحب لا زالت رغم مرور السنين الطويلة، لا زال جميع الشعب السعودي يتغنى فيها. فابو نوره حضوره صراحة زاد الحفل، يعني زادنا شرف تمام، وصراحة حضوره شخصيا لهذا هو ليس بغريب عليه، فهو يعني سبق أن غنى أغنيات كثيرة لقواتنا المسلحة، فالله يحييه يعني أبدا. الله يكرمك أبو عبد الرحمن، أكيد هذا اليوم وهذا الحضور ينتظر منك أيضا مفاجأة خلال هذا اليوم من خلال هذا الأوبريت. الأوبريت انكتب بعناية فائقة، جميل جدا. نعم. حقيقة وتصاغ صياغة لحنية جيدة. دائما صالح شادي يركز في مفرداته على الجملة أو المفردة اللي ما تكون متكررة كثير، وعنده تشكيلة جميلة في القوافي أيضا ما شاء الله. فالأوبريت حماسي غنائي
استعراضي يعني جميل. ما شاء الله. عمل يعني زي ما وعدونا بالفعل هو مفاجأة لختام منافسات هذه الدورة. نعم جات المميزة بكل تأكيد. عميد شداد نتحدث عن النتائج الإيجابية التي حققتوها من إقامة هذه الدورة من خلال مشاركة 7 منتخبات 14 لعبة في مكان واحد. يعني هذه المنافسات دائما تقام في عدة مدن شبه أولمبيات مصغرة، ولكن إقامتها في مكان واحد تحتاج جهد مضاعف من قبلكم كإدارة شؤون رياضية مشرفين على هذه الدورة. والله شوف يعني أي بطولة تقام على مستوى القوات المسلحة لا نجد صعوبة فيها أبدا، كون الحمد لله رب العالمين لدينا الإمكانيات، يعني لدينا الإمكانيات اللازمة. يعني العسكري السعودي معروف بمستوى الانضباط العالي، لذلك لم تواجهنا صعوبة أبدا في إقامة مثل هذه الدورة، بالرغم زي ما قلت أنت أنه العدد كبير جدا فوق 1000. الحقيقة قوات الدفاع الجوي تشكر على استضافة هذه الدورة، قامت بجهد جبار ممثلة في معهد قوات الدفاع الجوي. نشاهد صراحة صرح، يعني الجميع يفتخر في المدينة الرياضية معهد قوات الدفاع الجوي في هذا الملعب الهائل. نحتفل الآن بختام هذه الدورة اللي نتمنى إن شاء الله أنها تتكرر وتكون قوات المسلحة إن شاء الله بألف خير وبألف عام. نعم على مستوى اكتشاف مواهب جديدة أيضا، هذه يمكن تكون مهمات، يعني ممكن تكون مهمة الاتحادات الرياضية، ولكن فعلا الدورة شهدت يعني ظهور وجوه جديدة في مختلف الألعاب. نتمنى إن شاء الله أن يكون العائد يعني يكون فعال على مستوى منتخباتنا الوطنية المختلفة. نعم بكل تأكيد. إذن تشاهدون أمامنا أعزائي المشاهدين هذا المنظر الرائع لهذه الاحتفالية والتنظيم الرائع من قبل المسؤولين في قوات الدفاع الجوي والقوات المسلحة السعودية من خلال هذا الاحتفال الرائع وتتويج الأبطال ضمن مراسم اليوم الختامي لمنافسات دورة الألعاب الرياضية في نسختها رقم 17. هذه التجهيزات بانتظار معالي الفريق الأول فياض أرويلي راعي هذا الحفل، وأيضا بقية منسوبي قواتنا المسلحة المتواجدين في هذه الاحتفالية والحضور الجماهيري من الجميع من خلال هذه التغطية المميزة. أيضا الشكر والتقدير لقنواتنا الرياضية على تغطيتنا لأحداث ومنافسات هذه الدورة خلال 30 يوم. برفقتنا أيضا يتواجد الفنان محمد عبدو وأيضا الدكتور صالح الشادي كاتب الأوبريت. الأبطال متواجدون في ساحة الميدان الآن بانتظار وصول الضيف. نعود إلى الفنان القدير محمد عبدو. أبو عبد الرحمن، إيش الجديد اللي توعدنا فيه في عالم الغناء؟ أوبريت الليلة بعد الأوبريت، هذا جديد الجديد إحنا نعتبره اليوم، ولكن هل هناك تجهيزات جديدة سواء على مستوى الغناء والمستوى أيضا الأمور الوطنية أيضا؟ اليوم إحنا عندنا الحمد لله هيئة الترفيه، نعم، وهي بتقوم ببرمجة حفلات ترفيهية تكون متميزة، يعني يكون لها مناسبات، نعم، وإن شاء الله يكون أيضا للدفاع الجوي السعودي نصيب في هذه وأعتقد أنه الآن ممكن يعني يسمعوني وإذا كده استحسنوا هذه الفكرة. إحنا في هيئة الترفيه بدأت الآن تتوجه نحو تلمس تواريخ معينة تعني للمملكة الشيء الكثير، سواء من حيث المناسبات الوطنية، المناسبات الخيرية، المناسبات الصيفية. عندنا مناسبات كثيرة جدا بالفعل. يعني ممكن تتبرمج عليها برامج الحفلات الترفيهية، واحنا في هذا الصدد اليوم ان شاء الله. شيء جميل جدا، شيء جميل جدا بالفعل. الجميع حقيقة في المنازل على المسارح ينتظرون كل جديد من فنان القدير ابو عبد الرحمن. حقيقة العميد شداد، معلش انا اعرف انك مشغول وعندك ترتيبات فوق، ولكن نتحدث عن الدرع العام لهذه البطولة، المنافسات بين القوات المشاركة في هذه البطولة، انضمام قوتين اضافيتين، قوة الصواريخ الاستراتيجية وايضا الخدمات الطبية. ماذا
العميد شداد عفوا إضافة قوتين ماذا تعني لكم؟ العميد هذه إذا ننتقل عفوا العميد شداد ننتقل إلى مراسم ابتداء حفل هذا اليوم. سعيد جاهز. معالي رئيس هيئة الأركان العامة، العموم أناض، سلام الفريق، سلام، خذ أبطال سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، أصحاب السمو والمعالي، أصحاب السعادة، حضرات الضباط، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفت قوات الدفاع الجوي لهذا العام باستضافة دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة وبمشاركة الحرس الملكي، والتي تم تنفيذها انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على بناء شخصية المقاتل المحترف والجاهزية العالية ورفع المستوى اللياقي والبدني لمنسوبي قواتنا المسلحة، والتي اشتملت على 14 لعبة رياضية مختلفة شارك فيها عدد كبير من أبطال المملكة في هذه الألعاب. صاحب المعالي، خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم يرتلها القارئ محمد يحيى عطية. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. السلام عليكم. صاحب المعالي، ولقوات الدفاع الجوي كلمة بهذه المناسبة يتشرف بإلقائها رئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمدٍ عليه أفضل الصلاة والتسليم. معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أصحاب السمو والمعالي، أصحاب السعادة، إخواني وزملائي الرياضيين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابةً عن معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمر، أتشرف بأن أرحب بكم يا صاحب المعالي وبصحبكم الكرام في قوات الدفاع الجوي التي حظيت هذا العام بشرف استضافة دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، وكلنا فخر واعتزاز بتشريف معاليكم الحفل الختامي
وتكريم الفائزين في هذه الليلة. تحذونا قبل كل شيء مشاعر الامتنان والعرفان لقيادتنا الحكيمة على دعمها السخير القوات المسلحة في كافة الميادين والمجالات ومنها المجال الرياضي. وفي هذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وإلى سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو نائبه حفظهم الله تعالى، على رعايتهم ودعمهم اللامحدود لقواتنا المسلحة وتسخير كافة الإمكانات للرفع من قدراتها وإمكاناتها في كافة المجالات. ويعتبر المجال الرياضي من المجالات التي تلقى الدعم والرعاية لكونه ركيزة مهمة وأساسية للجاهزية القتالية والبناء الجسدي والنفسي للمقاتل المحترف، فضلاً عن منافعها الأخرى المتعددة. صاحب المعالي أيها الحفل الكريم، لقد انطلقت فعاليات دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة في يوم الأربعاء الموافق 1/6/1440، وها نحن اليوم نحتفل باختتامها. ولقد كرست قوات الدفاع الجوي من خلال عمل متواصل ومنظم وبإشراف مباشر ومتابعة دقيقة من معالي قائد قوات الدفاع الجوي كل إمكاناتها لنجاح تنظيم هذه الدورة لتظهر بشكل يليق بقواتنا المسلحة بشكل عام ويعكس بشكل خاص قدرة قوات الدفاع الجوي على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي الكبير وخلال فترة وجيزة. لقد بذل القائمون على هذه الدورة واللجان المشاركة جهوداً كبيرة في تهيئة الظروف والأجواء المثالية ووفق معايير دقيقة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وسعى الجميع للبذل من أجل تحقيق أقصى درجات الاستفادة ليس على مستوى التميز وحصد الجوائز فحسب، بل في رفع الجاهزية البدنية والنفسية وزيادة روح التنافس بين كافة القطاعات العسكرية. صاحب المعالي، لقد كان الانضباط والمنافسة الشريفة من المشاركين والتحلي بالأخلاق الرياضية الحميدة في هذه الدورة سمات بارزة ولله الحمد والشكر. بالرغم من شدة المنافسات وضغط جدول الدورة في فترة قصيرة، وهذا يدل على الروح المعنوية العالية والجاهزية البدنية والنفسية وسمو الهدف للمشاركين فيها، وكذلك تعاون الزملاء في أفرع القوات المسلحة ورئاسة الحرس الملكي لتذليل الصعوبات والعمل جنباً إلى جنب كفريق واحد، فلهم منا الشكر والتقدير على ما قدموه. كما حظيت هذه الدورة بتغطية إعلامية واسعة مرئية ومقروءة، والتي أبرزت أحداث الدورة الرياضية ومساهمة القوات المسلحة في الحركة الرياضية في المملكة على مستوى الأندية ومنتخباتنا الوطنية المختلفة، فلهم كل الشكر والتقدير. وفي الختام نهني جميع الفائزين بفوزهم وحظاً أوفراً للبقية، ونكرر الشكر لمعاليكم على تشريفكم ورعايتكم حفل اختتام هذه البطولة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز قادتنا ويحفظ بلادنا وأن ينصر جنودنا، إنه على ذلك ولي وهو القادر عليه سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. صاحب المعالي، أيها الحفل الكريم، نستعرض معكم فيلماً مرئياً لمقتطفات من الدورة وأبرز ما تم فيها. الاستعراض.
الاستعداد المسبق لدورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة بدأ القوات المشاركة في هذه الدورة، منها مستضيف الدورة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، حيث كان باهتمام مباشر من معالي قائد قوات الدفاع الجوي وبتوجيه مباشر من معاليه لكافة الجهات واللجان المعنية بالتهيئة لاستضافة الدورة، ومنها قيادة معهد قوات الدفاع الجوي ممثلة في سعادة قائد معهد قوات الدفاع الجوي، حيث قام المعهد بإعداد كل ما يلزم لاستضافة هذه الدورة وتهيئة الملاعب والمرافق الرياضية. الرياضية في القوات المسلحة تحقق في فعاليات دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة. أبطالها تنافسوا على مدى 30 يوما كانت رمزا للمحبة والإخاء والتنافس والعطاء وتبادل الخبرات الرياضية الهادفة. يسدل الستار على فعاليات دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة ليبدأ غد جديد للتحضير للدورات القادمة في كافة الأنشطة الرياضية لتبقى الروح الرياضية. وأثر مثل هذه الدورات في نفوس أبناء القوات المسلحة الباشلة، وبمشيئة الله من نصر إلى نصر مؤجر لقواتنا المسلحة في كافة الميادين، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
صاحب المعالي، الوصول لأفضل المراكز دافع للتنافس الشريف في ميادين الرياضة، والتفوق حصيلة الجد والتدريب المستمر، ولكل مجتهد نصيب. والآن مع تكريم الفرق الفائزة يتشرف بإعلانها رئيس اللجنة الفنية العقيد البحري عبد الله بن جار الله المالكي. حامد الرويلي، أصحاب المعالي والسعادة، إخواني الرياضيين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضت الأيام سريعاً، فها نحن اليوم نحتفل سوياً باختتام دورة الألعاب الرياضية 17 للقوات المسلحة، أقيمت فعالياتها على مدى شهر كامل في معهد قوات الدفاع الجوي. اختلفت عن سابقاتها من الدورات الرياضية كونها لأول مرة تشمل على 14 لعبة مختلفة ما بين جماعية وفردية، تنافس فيها 7 منتخبات، وهي منتخبات القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية والإدارة العامة للخدمات الطبية ورئاسة الحرس الملكي. شارك فيها قرابة 3000 رياضي ومشارك ساهموا بأدائهم ومنافستهم الشريفة بالرفع من مستوى هذه الدورة، حتى أصبحت من أهم الدورات الرياضية في مملكتنا الغالية. كان شعارهم فيها: نحن إخوة السلاح، تجمعنا الرياضة ولا تفرقنا. والآن جاء وقت الحصاد، فليسمح لي معاليكم بإعلان النتيجة النهائية للدورة وتكريم المنتخبات الحاصلة على المركز الأول بالكؤوس. أولاً، بطولة الرماية، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات الجوية، يستلم الكأس المقدم سليمان بن محمد العجلان. حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات الجوية، استلم الكأس العقيد أمير بن صالح القحطاني. ثالثا، بطولة التايكوندو، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات البرية، يستلم الكأس العقيد فهد بن علي الصعيري. رابعا، بطولة الكاراتيه، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات الجوية، يستلم الكأس المقدم الفني علي بن أحمد الشيخي. خامسا، بطولة ألعاب القوى، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات الجوية، استلم الكأس القائد نبيل بن حامد الصعيدي. سادسا، بطولة كرة اليد، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات الجوية، سابعاً، بطولة الكرة الطائرة، حصل على المركز الأول وكأس البطولة
منتخب قوات الدفاع الجوي. وكأس البطولة منتخب القوات الجوية. استلمه العميد عامر بن علي السعيري. تاسعا بطولة كرة القدم للصالات، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات الجوية. عاشرا بطولة كرة السلة، حصل على المركز الأول وكأس البطولة منتخب القوات البرية.
المسلحة اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سابقاً، الذي رسم لنا الطريق وذلل الصعاب منذ صدور الأمر بإقامة هذه الدورة حتى وصلنا إلى نهايتها في هذا العرس الرياضي الكبير، فله كل الشكر والتقدير. كما نستأذن معاليكم بتكريم مدراء إدارة الشؤون الرياضية السابقين والذين قدموا وبذلوا الجهود الجبارة لتطوير الرياضة على جميع المستويات وفي شتى المجالات، مما كان له الدور البارز في تطور دورات الألعاب الرياضية للقوات المسلحة والمساهمة في رفع علم المملكة في المحافل الدولية. أولاً، اللواء الركن المتقاعد سعيد بن مرزوق الحارثي. اللواء الركن المتقاعد بدر بن علي الشايع. العميد الفني المتقاعد غازي بن عبد العزيز بغدادي. العميد المتقاعد صالح بن مطر السواط. العميد الركن المتقاعد يحيى بن هياس الزهراني. شكراً لمعاليكم وعلى دروب الإنجازات نلتقي. السلام عليكم. السلام عليكم. صاحب المعالي، والآن يتقدم مدير إدارة الشؤون الرياضية لقوات الدفاع الجوي العميد الركن محمد بن مساعد الزهراني لإنزال علم الدورة وإجراءات التسليم للقوات البرية المستضيفة للدورة القادمة بإذن الله.
الفرق المشاركة عدت سر. شاهد وإياكم أبريت بعنوان جيشنا صفوة رجال من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي، ألحان الفنان ياسر مال الله، هندسة صوتية جاسم محمد، توزيع هشام السكران، أداء الفنان محمد عبده، إخراج محمد أبو حريد. وطننا يا بعد كل الكلام اللي ولا قلناه، كبير انت بغلاك بهيبتك وبطيبتك فينا، كبير اكبر من الحب وتعابيره ومن معناه، نموت وفيك عشق سرمدي السر يحيينا، غشاك الله بطيف من الجلال اللي تفيناه، وعلى صدرك سجدنا للولي حمد وصلينا، سعوديين ما به شبر فوق الأرض ما زرناه، ولا شفنا مثل رمل الوطن كحل يحلينا،
سعوديين ما به سكر معقود، ما ذقناه ولا ذقنا مثل طعمك بلدنا وطعم أهالينا. سعوديين واكرمنا الكريم بكعبته وحماه شرف ما يحمله في الأرض إلا احنا ويكفينا. سعوديين تحت أمر المليك وطوع ما يعصاه فداوية على كيف الزعيم اللي جرينا. تقدس في علا صوت يؤذن للصلاة، علم يرفرف في المدى باسم الإله ولا سوى. ملك مجاب إن أمر لكأنه هذا النظر، وفي عهد كالمطر مدرار تتبعه الحياة. نبي ذو قيم رجل صبي أشم، أهدى وبالله اعتصم حتى تحقق مبتغى. أرض مقدسة الثرى في صدرها أم القرى، نهر الهدى منها جرى ولها توجهت الجبال. بلاد الحرمين تنفذها أين وأين، هي اختلاف الفرقتين عن كل سام قد نرى. هذه السعودية يا من سألت لمن هي، هي دار خير الأنبياء دار الأشاوس والتقى. ونحن بقلبه في سلمه وبحربه، أفلا نهيم بحبه أفلا نكون له فداء. بوركت يا هذا الوطن وبقيت ما بقي الزمان، وحميت من شر الفتن ونصرت يا طوق النجاة. هذا الوطن وبقيت ما بقي الزمن، وحميت من شر الفتن ونصرت يا طوق النجاة. هم جحيم
العصر عيد وانقضى يقضي شهيد وذي سوات المخلصين بها بالراحلين حدنا الحصن المانع كلنا دونه جميع من وطار له يضيع وافهموا يا المعتدين حدنا موت ولحود ودونه صقور وسود ما يبالي بالحدود وبالرخوم الطامعين جيشنا والله عزيز وعزه الوالي العزيز من زمن عبد ما يقول إلا يقول وما ينال إلا ينول منهجه نهج الرسول التابعين إيه الجيش البطل زلزل وهز الجبل وعدل اللي ما عقل ولين اللي ما يلي للوطن جيش ورجال وقلب نقشر ولعنة من تاصلة يفنى بثرها والعدو المرتدع باليوم الأغبر نحفر قبوره إذا هو ما حفرها بشر اللي غثنا بالموت الأحمر والبسالة عندك وعنده خبرها الخطر حنا عليها شد واخطر والمكايد كلنا شوكة نحرها ومن طغى ولا بغى ولا تجبر وخان عشرة جار ولا معتبرها والله ان يلقى البهانة ويتمرمر والسعودي كم من خشوم كسرها يا ماما هشام
قيصري يا زعيم من الزعامة كل أمنا والملوك انت بالصدمة مكتوبة تلالي بالعيلي وانت تاريخ من الأفعال والعالم جرود لولي فيك اللي صورة عز وانت لولي بالمكارب وانت حلال العضايل وفكور سيدي سلمان بن عبد العزيز الفيصلي يا زعيم من الزعامة كل أمنا والملوك كلمة منك وعليها كل هم من ينجلي ونظرة منك تحد الحد وتنزع كل شوق حمي البيت يا هو عز هذا المنزلي اختيار الله شرف تشريف ما فيها شكور سلمان بن عبد العزيز الفيصلي يا زعيم الزعامة كل أمنا والملوك السياسة والفراسة والكياسة ممتلي وش بعدها خادم الإسلام ومعز أبوك سيدي سلمان بن عبد العزيز الفيصلي يا زعيم الزعامة والأئمة والملوك الفيصلي يا زعيم الزعامة والأئمة والملوك يا مرام الشعب يا غارسنا من حمانا جيران إلى قاصي طبوك يشبهك ذيك السدود
وادرك مداها وجاك زندو وجاك اخوك فارس مثل الديار في المضى والليالي دارس فن البدع ما خذك فيها صدور كرمت ما بين زمزم والحطيب فرضها شحشع سنى الإسلام وانسح العتم ونبالج ضيله دولة عاد به غي وطيب ملكت خير وبطولات وشيم وشعبها سعودي العصامي العظيم دولة الإيمان حد السيف ومدد القلم ما عليها من حسود ولا عليها من غشيم من عهد عبد العزيز وهيك ما تضاد الأشام ولا تعرف من الضروب إلا الصراط المستقيم مملكتنا الشعب السعودي العصامي العظيم أهلها وحكامها هذا أخو هذا ابن عم قالها الشاعر وقالوها عن الحضن الحميم منزلتها فوق فوق وقمة فوق القمم وفي شموخ طويق تبقى وبحمى رب كريم خير وبطولات وشيم شعبها الشعب السعودي العصامي العظيم عادة سر you
يسار. صاحب المعالي، يتشرف معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو بتقديم هدية تذكارية لمعاليكم. شكرا لكم يا صاحب المعالي وصحبكم الكرام، تشريفكم حفلنا هذا، سائلين الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الملكي. الرجاء من العموم البقاء في أماكنهم، رجاء من العموم البقاء في أماكنهم.
رجال العموم التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم،